نرجع للفترة اللي جاية للزمالك. احنا عندنا ماتش مع فلامبو والبراندي، طبعا الماتشين هيكونوا على أرض مصر في برج العرب. يعني فلامبو اتأهل طبعا على حساب منافس قوي زي الاتحاد الليبي، فحضرتك شايف مباراتنا معاه هتبقى عاملة ازاي؟ طبعا الكره الافريقيه برضو احنا عايزين ندي كل حد حقه. الكره الافريقيه فيها تطور كبير جدا على مختلف المستويات، وشفنا الكلام ده في كاس الامم الافريقيه الاخير. يعني الراس الاخضر، الفرق اللي كان جزر الكومور، يعني حققت نتائج مع ان ما لهاش اسامي. يعني كوره كانت بتلعب كوره جميله لسه عندها عايزه خبرات، انما الكوره اتطورت بشكل كبير جدا في افريقيا. بقوا بيلعبوا كوره يعني ايجابيه كبيره جدا، حته الباص ونقل. كان زمان الكور الطويله والقوه البدنيه بس، بقى في مهارات دلوقتي، وبقى في وعي خططي جيد. يعني في تطور كبير جدا في الكره الافريقيه. فريق البروندي طبعا فريق محترم، وزي ما قلت لحضرتك ان هو كان بيلعب الاتحاد الليبي، فرقه مش هينه، فرقه صحيح. فرقه كويسه. انما برضو الكره البرونديه يعني مش نادي الزمالك نادي كبير، ويعني انا بقول نادي الزمالك ربنا سبحانه وتعالى بيعوض جماهيره، يعني بيعوض جماهيره فعلا على الظروف او السنين العجاف اللي قبل كده، لان جماهير نادي الزمالك دي تستحق التحيه والتقدير، لان جماهير عظيمه فعلا. وربنا سبحانه وتعالى يمكن عمل معادله، يعني لما جه المستشار مرتضى منصور، يمكن انا بقول صاحب الفضل، وانا بقول الكلام ده ناس كتير جدا بتقول لي انت مش عارف بتقول كده عشان المستشار مرتضى، وزي ما بيقولوا بقى بتطبل وبتاع. لا، انا بقول حق ربنا اللي المفروض اي واحد منصف يقوله، ان الراجل ده لما جه جاب مدير فني هو سبب اللي احنا فيه ده. المدير الفني فريرة، يمكن ربنا سبحانه وتعالى وفق مستشار مرتضى وامير مرتضى ان هم يجيبوا مستر فريرة، هو فعلا اللي عدل كفه وعمل التوازن وخلق او صنع تيم في ظروف صعبه جدا. ما كانش ممكن حد يقدر يعمل الكلام ده اذا كان مدرب كبير بجهاز محترم وفكر عالي جدا. فانا بقول دي كانت البدايه. طبعا جمهور بالملايين بيساند، مع مجلس اداره داعم بكل قوه للجهاز فني، مع جهاز فني اعلى مستوى من الاداء والفكر والتنظيم الجيد داخل النادي. طبعا دي معادله او مثلث بيعمل نجاح وبيعمل طفرات ايجابيه جدا في اي نادي في العالم. جماهير عظيمه، مجلس اداره داعم ومساند، جهاز فني، لاعبين على مستوى جيد. طبعا قدر يعمل مستر فريرة زي ما بنقول كده، خرج اللي في الانعاش او اللي في الاعلام مركزه، خرجوا بره وطلعوا بره كده، هيئوا وشغلوا واشتغل معاه نفسيا واشتغل معاه بالشكل ايجابي، تدريبات. وحتى احنا سمعنا زيزو وسمعنا لعيبه كتيره جدا بتتكلم ان الراجل بيتكلم معاهم تقف ازاي وتشتغل ازاي، يعني زي ما بنقول كده بيعلموا كره القدم، او بيحاول ان هو يطلع عصاره فكره، وبيشتغل بشكل كبير جدا مع اللعيبه. وده طبعا اثر في اللعيبه الكبيره جدا، عمل طفره في مستوى زيزو، عمل طفره كبيره جدا او استمر الطفر. شيكابالا رجع لمستواه الكبير اللي احنا نتمناه ان هو يستمر عليه، عمل طفره. رؤى الونش، اللعيبه الناشئين، نيمار، سيف فاروق جعفر، يوسف اسامه نبيه، عمل حاجات كبيره جدا وجميله جدا ما اقدرش يعملها غير مدرب كبير. فطبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان جماهير نادي الزمالك تطمن وعندها ثقه، واللي انا واحد منهم، ان احنا بنثق ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى، وبنثق ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني بتاعنا ان هو قادر على انه يختار التشكيل المناسب، يوظف اللعيبه التوظيف المناسب، يعني يخلق الروح اللي هي ترجع لنا ان شاء الله البطوله الغاليه علينا اللي احنا نتمنى ان احنا ان شاء الله وباذن الله هنعبر الدور ده باذن الله. مع احترامنا للفريق البروندي بنحترمه وبنقدره كفريق، انما احنا نادي الزمالك نادي كبير بجماهيره، مجلس ادارته، بلاعبيه، ان شاء الله قادرين ان احنا نعبر هذه المرحله وندخل في دوري المجموعات. وان شاء الله باذن الله الزمالك قادر بالمثلث اللي انا قلت لحضرتك عليه ده، ان هو ان شاء الله يحقق بطوله افريقيا السنه دي. ودي طبعا تبقى حاجه يعني زي ما بقول احنا يعني بنرد الجميل لجماهير نادي الزمالك العظيمه اللي واقفه في ظهر النادي طول عمرها، وهي صاحبه اي انجاز داخل نادي الزمالك، وهي صاحبه يعني احنا لو في مكان
السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى جماهير نادي الزمالك. صحيح.